أنا حياتهم خوش والله أنا حياتهم. والله يعني كلمتنا إلى أولا الكتل السياسية، هذه المحافظة الحساسة لعد يلعب بالنار بيها، وإحنا اختارينا هذا المجلس بتوافق أهل كركوك. يكفي عنصرية، يكفي طائفية، نريد نخدم أهالي كركوك. اليوم كل إجراءاتنا خدمة أهالي كركوك، ولذلك سيد رئيس الوزراء والكتل السياسية مشكورا من رئيس الوزراء بعث ممثلة إلى كركوك. الاتفاق اللي صار هسه اتفاق حتى نكمل الإجراءات. أنا أدعو مرة أخرى الكتل السياسية أن يعلموا جميعا بأننا أمام وضع خطير في محافظة كركوك إذا ما أجلنا. ما نريد أي تأجيل بعد ذلك، أنت رفعت جلسة حتى تستكمل الإجراءات القانونية وتعقد الجلسة في أقرب وقت بعد ما تم الاتفاق ما بين المكونات. راح يصير اتفاقات، اكو اتفاقات جزئية وراح يصير اتفاقات أخرى. في نفس الوقت أنا أقول رسالتي إلى أهالي كركوك، اليوم إحنا أمام خدمة أهالي كركوك، خدمة أهالي كركوك. أبو الكركوكلي هو يريد الخدمة، هذا واحد. اثنين، سيد رئيس الوزراء أيضا أنه يجب أن ينطي الفرصة لأهل كركوك يدير كركوك. مشكورا منه اليوم بعث ممثلة في كركوك. نريد إدارة كركوك والتنفيذيين في كركوك من أهل كركوك. كركوك للكركوكليين مو للغرباء. هذا بعدين نبحث به، بس مرة أخرى أكد كركوك للكركوكليين مو للغرباء، لأهل كركوك الوصلاء. لأن كركوك صار بها تغيير ديموغرافي، كركوك صار تلاعب بها سابقا، لذلك اليوم ننطي رسالة إيجابية. مشكورين يعني أعضاء مجلس المحافظة تحملوا اليوم ضغوط كثيرة، كركوك لأهل كركوك، وإن شاء الله أعضائنا وأعضاء الجميع يتآلفون بياناتهم يشكلون إدارة كركوك بأقصر وقت ممكن. هذا اللي احنا نبغيه إن شاء الله. إن شاء الله.